هكذا تتواصل أشواطنا وشوط ينتهي وشوط يبدأ بالأثارة وبالحماس القوي والجميل الذي يحمل هذه التحديات وهذا الصباح الشيق في أرضية ميدان المرموم. هكذا نتواصل في شوط المهجنات وهو السادس للإيذاع، نسير مع المراكز الأولى، نتقدم مع الانطلاق الجميل والرائع هنا في ميدان المرموم. العسيلة تتصدر المجموعة، العسيلة تقود المشاركات، عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري قادت مسار هذا الشوط وتقدمت المهجنات، بينما تليها في المركز الثاني هناك شعار بن دري كذلك قادم مع تواق لأحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي الذي قدم تواق مع هذا الاسم مع ذي الانطلاقات الجميلة. المركز الثالث هناك نعم الضبي محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم الضبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الشاهينية مانع بن محمد بن قطامي السويدي في رابع المراكز. المركز الخامس وصلت سيوف هلال بن عبد الله بن محمد العامري على المركز الخامس. سلهودة وصلت في هذه اللحظات محمد بن طارش بن مبارك بالقوبع الحميري على المركز السادس، بينما اشوف المركز السابع ودخول من تجارب تعود ملكية سيب بن عبيد بن محمد الكتبي الذي قدم تجارب وهي في المركز السابع. المركز الثامن وصلت مقصصة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز الثامن، وتاسع المراكز تتواجد في شودة لسالم بسهيل بالشرقي العامري. والمركز العاشر أشوف هناك هناك ياتي عبد الله بن محمد بن حزام بن ديله المري في هذه اللحظات يقدم فراسة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام هناك نعود على المركز الأول على الانطلاق الأول بعد ما أكملنا ندانا الأول للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحديات اللي يحمل لنا الإذاعة المهجنات في سادس أشواط صباح هذا اليوم. نعود إلى المركز الأول، العسيلة تقود المشاركات، عبد الرحمن هناك يقودها عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري، ولكن التغيير من تواقة غيرت إلى مقدمة الشوط، تحملت مسؤولية هذا الانطلاق أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن غيرت من الجانب الآخر كذلك. شوف تبادل على المركز الأول، هذه الضبي محمد بن سهيل بن عويضان العامري قادت مسار هذا الشوط، تواقة لازالت في التنافس أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. والمركز الثالث، ثالث المراكز الشاهينية مانع بن محمد بن قطامي السويدي على المركز الثالث. أما المركز الرابع هناك الدخول من الجانب الآخر، سلهودة محمد بن طارش بن مبارك بالقوبع تقدمت في هذه اللحظات، ووصل الرميثي مع مقصص سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يقدم مقصص الذي تنطلق في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل. وصول من تجارب سيف بن عبيد بن محمد الكتبي الذي تنطلق، ولكن هنا التجاوز على المركز الأول، غيرت مقصص سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، غيرت بدلت في هذا الانطلاق على المقدمة بأداها بانطلاقتها الجميلة بهذا الشعار الذي يعرف التحديات، يعرف النصر، يعرف الناموس. أشكرك يا الرميثي وسق الله درك على هذه النوعية وعلى هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة والإنجازات المتكررة. المركز الثاني تأتي في الضبي محمد بسهيل بن عويضان العامري على ثاني المراكز. هناك المركز الثالث، ثالث تواقة على المركز الثالث، تتوق تواقة على الناموسة، شعار كذلك مع بن دري حمل لنا الكثير والكثير وصال وجال مع عالم الأصايل ومع التحديات. يا سلام، أشكرك يا أبو حمد على هذه النوعية الجميلة. ولكن سلهود محمد بن طارش بن مبارك بالقوبع على المركز الرابع والمركز الخامس.
نشوة تأتينا. يا سلام يا عروف بن علي بن شنة الاكتبي هناك. تجارب تجارب سيف بن عبيد بن محمد الاكتبي يقدم تجارب، ولكن شوف الوصول رمز، وصلت وصلت رمز في وقت الرموز ونحن في التمهيدي، ولكن رمز واصل السلطان بن حمد بن سالم بن حضير من الذي يقدم رمز، يقدم رمز وغيره، بدلت موازين الشوط، غيرت هناك من تقريبا من السادس إلى الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى طريقة انتزعت مقدمة هذا الشوط. الله يا رمز سلطان بن حمد بن سالم بن حضيرم الذي قدم رمز على المركز الأول على الانطلاق الأول. المركز الثاني مقصص سعيد بن مطر بن محمد الرميثي تأتي في المركز الثاني، وهناك المركز الثالث مع بالقوبع بالقوبع سلهود محمد بن طارش بن مبارك بالقوبع نجل مضمر الشرق الأوسط. الله يا بالقوبع، الله يا بالقوبع، يا سلام، كذلك تاريخ، كذلك تاريخ في التضمير مع طارش. الله يا سلام، نعود مع الثلاثية الجميلة، نعود مع المراكز المتقدمة، لأن الكيل والأخير مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك نعود مشاهدينا متابعينا الكرام، رمز على المركز الأول، رمز على الانطلاق الأول، سلطان بن حمد بن سالم بن حضيرم على المقدمة، ولكن هنا مقصصة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يقدم مقصصة على المركز الثاني. شوف رمز وشوف مقصصة، ما شاء الله ما شاء الله على شاشة دبي ريسنج في انطلاقات صباحي هذا اليوم، ومع الإذاع، مع سن الإذاع، مع سن الإبداع، مع سن الإمتاع في المركز الأول مسيطرة. يا سلام رمز سلطان بن حمد بن سالم بن حضيرم بن حضيرم هناك على المقدمة على المركز الأول. شوف الأسماء القادمة، شوف القادمون، القادمون الرافعين شعار قادمون. يا سلام يا سلام، هناك واصلة الفريسة، واصلة الفريسة، واصلة في هذه اللحظات. عبد الله بن محمد بن حزام بن ديل المري مقدم الفريسة في هذه اللحظات، وهذا الانطلاق الجميل وصلت، ولكن هناك الرميثي وهناك السيطرة لا زالت تحت أقدام رمز سلطان بن حمد بن سالم بن حضيرم، هي المسيطرة، هي الأقرب للناموس. اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة، خط النهاية، الساحة الخضراء، الثيل والمنصة وخط النهاية. يحتضن يحتضن رمز سلطان بن حمد بن سالم بن حضيرم، تهانينا وناموس. المركز الثاني مقصصة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، المركز الثالث الفريسة لعبد الله بن حمد بن حزام بن ديل المري، والمركز الرابع، المركز الرابع سلهودة محمد بن طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، والمركز الخامس وصلت في الضبي لمحسن بن عبيد بن راشد الفيدة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني، وهذه رمز قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها بنشوف على شاشة التلفزيون 9:29 وجزء واحد من الثانية. هناك المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، من وصلت في ثاني المراكز مقصصة، من وصلت في المركز الثاني سعيد بن مطر بن محمد الرميثي قطعت المسافة في 9:29 ثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز وتقدمت الفريسة أو الفريسة هناك اللي هي تعود ملكيتها لعبد الله بن محمد بن حزام بن ديله المري، قطعت المسافة في 9:30 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى. لازلنا نجدد لكم التحية من هنا من تحفة الميادين ميدان المرموم. أسعد الله صباحكم.